كنتكلم معكم انا سيدي في القرن الحادي عشر الميلادي، عهد الدولة المرابطية بالمغرب وعهد الإسلام الأندلس. هذا قبر المعتمد بن عباد الملك الشاعر ملك شبيلية في الوسط ابنه الربيع محمد الصغير، من الجانب الآخر الزوجة ديالو اسمها اعتماد الرميكية زوج المعتمد الذي شاركته في نعيمه وبوسه، شاركته في النعيم حينما كان في النعيم وشاركته في البؤس حينما كان أسيرا. اسمها الأصلي اعتماد الرميكية إسنادا إلى رميك بن حجاز الذي كبرت عنده ودرست عنده. المعتمد هو أبو القاسم محمد الملقب بالمعتمد على الله، ابن أسرة عربية عريقة نزحت من العريش إلى الأندلس، أصله وسلالته من عريش مصر. ازداد المعتمد هذا في البرتغال في مدينة بلجة سنة 40 ميلادية، درس دراسته الأدبية والشعرية ما بين بلجة وشلال دائما بالبرتغال. عينه أبوه المعتضد عاملا بشلال وهو ابن الثالث عشر من عمره، كان ذكيا، كان آنذاك جنوب البرتغال يشمله الإسلام مع الأندلس. ولد عرش أبيه المعتضد في إشبيلية سنة 1960 ميلادية، كان ملكا وشاعرا، كان من أعظم شعراء عصر ملوك الطوائف في الأندلس، وفي نفس الوقت كان على رأس ملوك الطوائف. كان أقواهم وأغناهم وأكثرهم أدبا وشعرا وأوسعهم مملكة وأصغرهم سنا، إلى أن بدأ ألفونس السادس ملك قشتالة ملك الصليبيين بدأ يحارب ويضايق الإسلام في الأندلس. المعتمد هذا استنجد آنذاك بيوسف بن تاشافين، يوسف بن تاشافين كتعرفوه هنا ملك الدولة المرابطية آنذاك ومؤسس مراكش، طلب منه أن ينقذ الإسلام في الأندلس. نعم ذهب يوسف مرتين، في المرة الأخيرة ذهب بقوة عظيمة مقدارها 20,000 فارس، جاز بها البحر، حارب ألفونس السادس، وقعت المعركة المشهورة التي تسمى بمعركة الزلة، أشهر معركة في تاريخ الإسلام، انتصر فيها يوسف، حرر بها الإسلام في الأندلس، وحررت بها بلاد الأندلس. ورأى هذا التحرير قول المرابطين واحد الفترة ديال الاستراحة من عناء الحروب في الأندلس. في هذه المدة ابن المعتمد الأكبر اسمه الراضي كان يحكم قرطبة، لما شاهد المرابطين بقوا في الأندلس حس أنه سيستعمرون الأندلس، ذهب وتحالف مع الصليبيين ضد المرابطين. ابنه هو الذي ورطه في الورطة التي وقع فيها، لولا اجتهاد يوسف ستنصر أمة على يد ابن المعتمد، لولا اجتهاد يوسف لن يزيد الإسلام 300 سنة في الأندلس أخرى. آنذاك يوسف قضى على ملوك الطوائف بالإجماع، منهم ابن المعتمد قتل من قرطبة، وأتوا بالمعتمد هذا أسيرا مقيدا باليدين والرجلين من إشبيلية إلى طنجة إلى قلعة فيزاز بنواحي متناس إلى أغمات. اختار له هذه المنطقة لينفيه هنا، لأن هذه المنطقة تشبه مناطق الأندلس، جبال ثلوج المياه المناخ إلى آخره. أتى به هو وابنه وبنتيه وزوجته، وبقى المعتمد هنا في القصر 4 سنوات إلى أن توفي سنة 488 هجرية 1095 ميلادية سنة وفاته. الزوجة هي التي توفيت هي الأولى ثم الابن والمعتمد هو الأخير، 4 سنين توفوا فيها 3. لما توفي هو الأخير البنات غدر أغمار، بوتينا يقال أنها مدفونة بتدلى وسعد بفاس. باختصار باش نطول عليكم قصة طويلة، هو كان ملكا شاعرا أديبا عالما، كان ملك ملوك الطوائف، كان عائشا في البذخ وفي النعيم والطرف الأخير. وصفتني كما ذكرت يوم الطين، يوم الطين هنا فين ذكرت بيوم الطين.
قال شو ما عمرنيش معك شي نهار ابيض وهو يذكرها في يوم الطين حتى يوم الطين هذا يوم الطين ذات يوم شهدت بائعة لابان في إشبيلية بائعة لابان هزت كل ديال الابن وغادية حفيانة وشتك تنشنش عليها هي تشهد باش تخرج بحال حاجة بائعة لابان تمشى بهذاك الغيص هكاك حفيانة ملي دخل قال لها يا ودي قالت فين يا ودي انت انا تشهيت باش نخرج نتمشى بهذاك الغيص بحال هذيك بائعة لابان هو قال لها واخا بدر اموال بهيرة جاب لي هذا مسك بودر عضو قمر بودر الكافور الى اخره تلقوا في واحد القاع نتاع القصر بحال هذا وعمر واحد السقايه بحال هذه بالماء نتاع الورود والزهور وعطاها قلال ديال الذهب هي والبنات ديالها والجواري ديالها كتعمر ماء الزهور تخوي في المسك والكافور وكتعيش فيه هي وبناتها هذا دليل على انه لبانها طلبها